ويا لولا الظروف عندي لك واحد التحدي ناضي نشوفك واش كاينه ولا ما كايناش. تعرف عليا واش لولا الظروف ناضي ولا ما ناضيش؟ شوف اخويا التحدي. خويا عندنا هاد القريعه هادي، أه. شوف غنحطوها فوق هاد الكره هادي، شوف شوف بهاد الطريقه هادي، حاولوا ان الكره ما تطيحش. اذا بهاد الطريقه هادي شوف اخويا لولا الظروف باش نكونوا فاهمين، تحاول انك تضرب الكره تطيح، القرعه تطيح والكره ما تطيحش. الا طيحتي الكره، الا طيحتي القرعه والكره ما طاحتش، نعرفك كاين ولولا الظروف احسن لاعب في العالم. اذا الكره راه قدامك وبين ليا. دابا نضرب غير القرعه والكره تبقى بلاصتها، الكره ما طيحش، ما طيحش والقرعه طيح من فوق الكره. سهل ولا التحدي بعدا كاين ولا صعيب؟ سهل. لا صعبة عند لولا الظروف. يلا اخويا لولا الظروف بين ليا. شحال بعدا كان عندك من محاولة؟ ثلاثة المحاولات. إذا بين لي اخويا عرفتي إلا جبتيها غتشرب عصير على حسابي. أي نوع ديال العصائر بغيتي اخويا شربوا على حسابي، ولكن لما جبتيش اخويا لولا الظروف الغدا اليوم لا اليوم العشاء على حسابك اخويا لولا الظروف. يا الله اخويا بين ليا او ناري اخويا صدمتيني صدمتيني بداك حتى بنادم كاين تيجي يقول لك لولا الظروف كتبقى تعاود بزاف تعاود بزاف. ها انتم الاخوه ناري مشكله مع لولا الظروف هذه. الكره ما طاحتش والقرعه طاحت. يا سلام خويا لولا الظروف. كاين ولا ما كاين؟ خويا لولا الظروف بكل صراحه والله الا لا ضعتي في هذه البلاد موهبه بلاتي العصير العصير اخويا جاك ولكن شهاده صراحه اعتز بها. لولا الظروف ضاع في هذه البلاد للاسف. لولا الظروف ما لقاش لي شد بليدو. هذه هي البلاد وكيما انتم ما تشوف اخي عبدو كل شيء بعينيك. التحدي راه ماشي اي واحد للاسف اخويا. لولا الظروف اللي خلاك تضيع هي هذه الوضعيه هذه. للاسف هذه الوضعيه اخويا. يعني كنت زاد عييت من الصوت ديالي نوصلوا للجامع ولا من يحرك ساكن. للاسف كنت زاديتي في شي وضع اللي مزيان صراحه ما يعجز اللسان عن التعبير اخويا. لولا الظروف للاسف ما تنتمناو شي وليدات هنايا ما يضيعوش كيف ما داع لولا الظروف. وهذا نداء بالنسبه للناس اللي كيحبوا لولا الظروف، يدعموا على هاد لاباج هادي والبارطاج الاخوان كدعم لولا الظروف. وتحياتي خويا لولا الظروف. عصير جاك اخويا تستاهل كل خير ولولا الظروف اخطاء.